سؤالي، هل النفسية تأثر على البشرة والشعر؟ نفسية الشخص إذا كانت تعبانة أو متضايقة؟ طبعا بالنسبة للشعر، يعني إذا تسألني هل النفسية ممكن تأثر على الشعر؟ هي نعم تأثر، لكن هل هي السبب الوحيد لمشاكل الشعر؟ يعني إحنا ممكن نتكلم عن الآثار النفسية على الشعر، لكن هذا ما يمنع إن إحنا راح نتطرق إن شاء الله لعلاجات الشعر، يعني إذا وسعنا طبعا الوقت، إنه لا يصير في ناس حيل يعلقون آمال علاج مشاكل الشعر كلها، يعلقون الآمال كلها على النفسية. فهل النفسية تأثر؟ نعم تأثر، لكن يعتبر جزء يأثر على قليل. التساقط. يأثر على طبعا على الشعر، ويأثر على التساقط، لكن ما يعتبر أقوى الأسباب، ما يعتبر أقوى الأسباب لتساقط الشعر وللصلع. ما يستطيع شخص أو امرأة، يعني مثلا شعرها طايح أو حاشية فراغات كبيرة أو صلع، تقول والله بسبب النفسية. لابد من العلاج، لازم إن المرأة عشان تطور شعرها، عشان تتحسن، عشان تتغلب على مشكلة الشعر، يصير أكثف في مشوار عشان توصل المرحلة هذه، مش فقط النفسية. لكن هل النفسية تأثر؟ نعم تأثر، بصراحة تأثر. طبعا النفسية تأثر على التغذية، النفسية تأثر على المداومة على العلاجات، تأثر على شغلات ايش كثر. فما في أحد يقدر ينكر أن النفسية تأثر على الشعر. فالإجابة حلو. على سؤال دخلنا بجانب الشعر. انزين، اذا النفسيه تاثر على الشعر، وممكن الاكل ياثر على الشعر، وممكن سلوكيات الشخص تاثر على الشعر، هل الحل الوحيد لتوقف هذه المشاكل ضد الشعر الزراعه؟ الزراعة هو يعتبر العلاج الأخير لمشكلة. حلو. طبعا ممكن أحيانا يكون العلاج الأول إذا كان في صلع واضح، لكن حق غالبية الناس يعتبر العلاج الأخير، يعني آخر العلاج هو الكي. يعني فهذه عملية جراحية، تبقى عملية جراحية. زراعة الشعر عملية جراحية، طبعا ما تعتبر عملية جراحية كبيرة، تخدير موضعي. يمكن الناس اللي يشوفون بالسناب دائما كنت اصور العمليات اللي اسويها لايف، اصورها واحطها للناس، فكانوا يشوفون عمليه بسيطه هي بالنهايه، لكن تبقى عمليه في تخدير موضعي، في فقد دم، في الم، في امور، يعني لذلك هي تعتبر عمليه، لكن ما تعت يعني تعتبر خط العلاج الاخير. فعشان كذي دائما دائما اكرر ان لازم نستدرك الشعر قبل ما توصلون للمرحلة هذيك، مرحلة الزراعة. لأن الزراعة. حلو. كثير يهملون شعورهم، تقعد مثلا سواء كان يعني كانت بوحدة أو واحد، شاب أو شابة، شو المشكلة؟ يجونا بعد ما يصير في تصير الفروة مكشوفة، الفروة مكشوفة، تشوفها، توقف فوق رأس المريض تشوف الفروة كاملة أو جزء كبير منها. والسبب هذا الشيء ما يحصل فجأة، هذا يحصل تدريجيا. فشو اللي قاعد يصير؟ ان تقعد 5 6 سنوات تعالج بعلاجات، مثلا شامبو، تقول والله ما خليت شامبو ما استخدمته، ما في شامبو طبي ما استخدمته. فتقعد بالسنوات تسوي مثل هالعلاجات هذه، لو تريتمنت، اخر شيء تكتشف ان هذه كلها يعني مو علاجات حقيقية. فبعدها تروح تبي تعالج العلاج الصحيح، لكن بعد يعني ما خرب الشعر، بعد ما انكشفت الفروة، فهني ممكن صعب تروح الحين تعالج. يعني لو عالجت من الأول ما راح توصل مرحلة الزراعة، لكن بما أنها وصلت المرحلة هذه فراح توصل مرحلة الزراعة. هني ما ينفع إلا الزراعة في كثير من الحالات، مرحلة الزراعة. حتى بعضهم والله يعني ينكسر قلبك عليهم، يعني يورونك صورهم، يقولك تفضل شوف دكتور، شوف صورتي هذه، ترى قبل 5 سنين، قبل 4 سنين شعر. واتوقع كثر شفت صور قبل وبعد، في ناس شعر كذي بعد 5 سنوات اصلع. هذا بعدين الشيء صار تصحر. عليك نور، صار تصحر. فهذا الصلع لو استدرك على نفس الشخص هذا، وخذاها خذاها يعني خذا العلاجات الصحيحه،
اللي انا مو مستعد اذكرها ما في مشكله، لكن لازم تبدا صح. اذا بديت صح انزين الشعر دكتور، بقاطعك بالخير، احنا كمجتمع او كاشخاص احنا وثنيين نحط الدكتور او صاحب الاختصاص اخر خيار امامي. اول شيء اسال ربعي اللي قاعدين بالديوانيه، الوالده، جماعتي، والله يا جماعه شعري قاعد يطيح، شو استخدم له؟ واحد يقول لك غسل شعرك بشامبو الاطفال، اللي يقول لك حط زيت خروع، اللي يقول لك حط لك افرك راسك بثومه، اللي يقول لك كلك حبوب ما ادري شنو اساميهم. كلها اشياء يمكن يكون طب شعبي وليس طب خاص يعني او مختص للشخص. السؤال يعني الشخص الحين قاعد يعاني من تساقط خفيف بالشعر ومتخوف منه، كيف يبدأ ومن وين يبدأ؟ هو يبدأ صح، لأن مثل هالعلاجات هذه خطورتها مو بالآثار الجانبية. يعني يمكن العلاج الوحيد اللي عددته الحين منهم يمكن يأثر ويقتل البصيلة هو فرك الثوم. فرك الثوم ممكن يعني يقتل البصيلة، ما في دراسة تثبت ذلك، لكن يعني هذا احتمالية. يعني هو أخطر علاج من العلاجات اللي ذكرتها. العلاجات البقية اللي ذكرتها زيت الخروع وصابونه او شامبو معين، هذه ما لها اثار جانبيه امانه، ما تضر الشعر. لكن طبعا الا اذا حطيت مثل زيت الخروع على الفروه والامور هذه، لكن المشكله ان هذه العلاجات اذا استخدمتها انت فتره راح ما تخليك تستخدم علاجات ثانيه تفيدك، فيستخدمها الشخص على امل انه تحسن. يلا يبي له صبر، يبي له صبر، مو مشكله، يرد حق مثلا الحواج، يقول له الحواج اوكي اصبر على الموضوع، يبي لك شهر شهرين سنه سنتين يوصل مرحله التصحر مثل ما ذكرت قبل شوي. فهذه جميل. المرحله الخطيره، فخطوره مثل هالعلاجات هذه خطورتها بان توصلك الى مرحله التصحر وانت ما تدري، وانت ناطر نتيجه ايجابيه لكن انت قاعد تضيع وقت. فيفترض ان تشتري هذا الوقت بالعلاجات الصحيحه اللي تحسن من شعرك. فلازم الوقت عامل وقت حيل مهم، لأن الشعر مو بيوم وليلة يتصحر أو يتصلع، مو بيوم وليلة، مو بيوم وليلة تشوف البنت تدنق راسها كذي بالمراية تشوف منطقة الأمامية خفيفة ومختفية. يعني منظر بصراحة يعني يكرهونه البنات، يعني لما تصور مثلا أو تشوف المراية المنطقة الأمامية مكشوفة، يعني هذا من المناظر اللي ما يحبونها بقى، يتمنون ان يتغلبون عليها. فعشان لو نوصل المرحله هذه، عشان لو نوصل المرحله هذه لازم نبدا بالعلاجات يعني الصحيحه والاساسيه. فعشان كذي لازم نبدا تشخيص صح، لازم نبدا بالتشخيص صح. وانواع تساقط الشعر نوعين، انواع كثيره لكن اهم نوعين. في الصدمه، ان مثلا يكون واحد مثلا او واحده مسويه سليف، تكميم، دايت، حميه، او فيها ستريس مثل ما ذكرنا قبل شوي، او ايا كان السبب، فالشعر يطيح. هذا التساقط الشعر يطيح ممكن يعني مع العلاج راح يعني يرد، بس غالبا ترى ما يوصل الى الصلع، لان الشعر هذا يطيح ويتعوض. فكل ما بدينا بالعلاج اسرع كل ما وقف تساقط الشعر وطلع مكانه شعر ثاني. الخطوره بتساقط شعر اخر اللي هو تساقط شعر الاندروجينيتك، الهرموني الوراثي. هرموني وراثي شلون؟ يعني هل هو هرموني ولا هو وراثي؟ هل الوراثه نورثه من اورث من ابوي وامي ولا هو هرموني؟ يعني في ناس يبون نحدد شنو هالتساقط هذا. هو هرموني وراثي، يعني في عامل وراثي في عامل هرموني لازم يجتمعون عشان يحوشك التساقط. هذا التساقط يعتبر من اكثر انواع التساقط اللي ينتشر بين الناس. وخطورته مش فقط انك تشوف شعر قاعد يطيح، خطورته ان الشعر نفسه ينحف، يبقى شعر ما يطيح، ما يطيح شعرك ممكن ما يطيح احيانا يعني، لكن الشعر نفسه يصير انحف انحف انحف. فيوم عن يوم يوم عن يوم الشعر يصير انحف والفروه تصير اوضح تنكشف. انت ما تدري يعني فجأة، يعني انت ما تلاحظ الشيء هذا، لكن ممكن اللي ما شافك 3 4 سنوات راح يلاحظ الشيء هذا. فعشان كذي دائما احنا شلون نكشف عليه مبكرا؟ نستخدم مكبر على راس المريض ونشيك على الفروه من فوق، يعني الفروه نشيك عليها ونشوف الشعر.
يكون في شعر نحيف شعر سميك، شعر نحيف مع الوقت الشعر النحيف يزيد الشعر السميك يقل. بالمراحل المتقدمة بدون مكبر تطالع راس المريض تشوف الفروة مكشوفة. فعشان كذي لازم نستخدم علاجات، بخاخات مثلا تثبط من الهرمون هذا بالراس، مستقبلات الهرمون، عشان الشعر ما يصير نحيف. وايضا كنا نعطيهم حبوب احيانا، الحريم نعطيهم حبوب للهرمونات، الرجال يعطيهم حبوب ثاني للهرمونات. هذه الحبوب تقلل من الهرمونات اللي تخفف الشعر، فالعلاجات هذه تخلي الشعر محافظ على سماكته، فما توصل مرحلة الصلع أو التصحر، فبالتالي تقي نفسك من الزراعة. هذه الطريقة السليمة. دكتور، هل إذا أبوي أصلع لازم الولد يصير أصلع مثل أبوه؟ على أنه والله وراثة الموضوع التصحر بالعائلة، هل يقدر الولد يتغلب؟ أنا أشوف بيني وبينك، أنا عندي جدي ما شاء الله على أيام شبابه الشعر للكتف، أبوي قبل تعرف نظام هذا مايكل جاكسون اللي كذي الشعر من كثافته، الحين لو تشوف الله الله لا يوريك هني منظره، فأنا خايف على هالقذيلة أنها تطير مع مرور الزمن. حلو، هذا السؤال مستحق. زين، من حقك تعرف هل أنت بالمستقبل راح يكون مصيرك مصير أبوك الله يحفظه، ولا راح يكون مصير مختلف، أو تكون يكون حظك أوفر يعني في الشعر. عسى الله يسمع منك. شوف، لا إن شاء الله الأمور تكون طيبة، لكن لازم تعرف شغلة، إنه فيش كثر ناس عندهم تساقط شعر وراثي. ايش كثر بنات شباب نقول لهم في العيادات عند تساقط شعر وراثي، فما يقتنعون بالكلام اللي قاعد تقوله. تقول امي شعرها ما شاء الله كثيف، والوالد عمره 50 عمره 60 شعره ما شاء الله يعني كثيف، فشلون تقول وراثي وامي وابوي شعورهم زينه؟ يعني اكيد تشخيصك غلط. فاحنا نقول لهم وراثي، ونصر على انه وراثي، لان هذا الشعر الوراثي مثل ما قلت لك ان في تساقط شعر هرموني وراثي. ممكن انت وارث هذا الشعر اللي في مثلا الوحده فيها تساقط شعر هرموني، وارثته من مو من ابوها ولا من ابو ابوها، وارثته من ابو جدها، لان هذه وراثه. ولا يمشي للسلاله. طبعا يمشي. فانت ما احيانا تورثه من شخص بحياتك ما شفته ولا شفت حتى صوره. فاحنا ما نشخص، احنا ما نسوي دي ان اي، فحص دي ان اي عشان نشوف هل في وراثه، ولا نطلب صور للوالد والوالده عشان نتاكد ان هذا وراثي. شلون نعرف انه وراثي؟ من شكله. من شكله تشوفه تقول هذا وراثي. فاحنا التشخيص الوراثي من الشكل، ويكون مش احنا ما نسميه وراثي، نسميه وراثي هرموني. هو بالانجليزي اساسا اسمه مو جينيتك، اسمه اندرو جينيتك. اندرو يعني شنو؟ هرمون الاندروجين، وجينيتك جيني، فهو هرموني وراثي. في عباره عن اختلاط بين وراثه، تشابك بين الوراثه والهرمونات مستقبلات الهرمون. لذلك لا تشغلون بالكم هل هذا وراثي او مو وراثي، ابدا لا تطالعون الموضوع هذا. اذا بدت الفروه عندك تبين، اذا بدت الفروه عندك تبين، عالج شعرك على اساس انه تساقط شعر هرموني وراثي، واللي معروفه علاجاته بخاخ مع او بدون حبوب. بخاخ مع او بدون حبوب، هل بخاخ ولا حبوب يثبطون من عمل الهرمون اللي يروح للمستقبل. فعشان كذا نعطيهم دائما بخاخ المينوكسيديل 5%، بخاخ مينوكسيديل 5% مرتين باليوم، سواء للرجال والنساء ايا كانت البراند، مهما كانت البراند، ما يهمنا البراند، يهمنا انه يكون في ماده المينوكسيديل زائد حبوب. الحبوب هذه تقلل من عمل او تثبط من الهرمونات اللي تسبب هذا التساقط. فلذلك لا حد ينظر الى ابوه او امه، ينظر الى شعره. فتبي تشيك مبكر، تعالوا عند اطباء الجلديه يطالع شعرك، اذا في شعره نحيفه شعره سميكه شعره نحيفه، راح يعني هذا علامه انه بالمستقبل راح يبدا الصلع عندك. هذا شيء مبكر، شيء متاخر انت تشوفه، شفت ان فروتك قامت تبدا تبين، تبدا بالعلاج. كذي ما راح يخف الشعر عندك، راح يبقى محافظ على كثافته.
وهذا الشيء حلو. يعني مجرب. وللأمانة للأمانة أي شخص قاعد يشوفنا الحين ويعاني من تساقط شعر وراثي ويسمع أن هذه وراثة تعايشوا معك، مش كثر يوصلون يعني يجونا مرضى تقول والله أنا مثلا كنت أعالج مثلا عند مكان معين أو عند شخص معين أو عند صالون معين أو، فيسمعون كلام مرات يعني يضيق الخلق، يقولون لهم أن هذا وراثي خلاص يعني لازم تعايشوا معه، تعايش معه خلاص وراثي ما له حل. مش كل شيء في العالم وراثي ما له حل، أصلا تساقط الشعر الهرموني الوراثي اللي نورثه من أهلنا هو العلم. اليوم أفضل علاجات بالعالم طلعت اليوم، علاجات بالعالم طلعت اليوم تعالج تساقط الشعر الوراثي. فأي شخص عنده تساقط شعر وراثي هناك علاجات وفعالة جدا بعد. حلو ممتاز. دكتور دائما نشوف في السوشيال كثيرة للشعر، وفي أشخاص عندهم الوسواس اللي خايفين على هالشعر إنه لا يطيح، فيقعد يجرب لك هذا المنتج وينتقل للمنتج الثاني، ما سوى مع مفعول على 3 شهور انتقل للمنتج غيره. التجارب الخافقة هذه لمنتجات كثيرة ومع علاجات البيت والماسكات اللي ما تخلص، هل تضر الشعر بما أنه بصحته لكن هو مجرد وسواس؟ طبعا هو يوم في تزاحم في المتاجر سواء كانت الالكترونيه او كانت الصيدليات في مسابقه اليوم، لان اهل البزنس او النوع هذا البزنس يدرون ان البنت او الشاب مستعد ينفق كل ما يملك في سبيل انه يكون عنده شعر جيد، يعني مستعدين ما راح يوفرون ولا حتى يسالون ولا حتى راح يسالون بكم هذا او بكم هذاك، لكن فيستغلون مثل يستغلون مثل الحاجه هذه عند الناس، فيعطونهم كل مره يطرحون منتج جديد ويسوقون له. لو مسكت الحين 90% من المنتجات الموجوده في الصيدليات 90% منها ما لها اي فائده تذكر، 90% 10% فقط هي اللي لها فائده. 90% من اللي موجود في الصيدليه، 90% موجود في الصيدليه وموجود في المتاجر الالكترونيه وبالصيدليات بعد، 90% من العلاجات ما لها اي فائده. يعني شامبو ينكتب فيه مثلا هذا لعلاج تساقط الشعر ما راح يوقف تساقط الشعر. والخوف مو من اضرارها، الخوف من ان هذا العلاج يمنعك من العلاج الصحيح، يمنعك من ان تزور طبيبك طبيب الجلديه عشان يبدا بعلاجك، هذا كله ياخرك انك تاخذ العلاج المناسب. فعشان كذي يعني لازم الناس يعرفون شنو العلاج المفيد بالنسبة للشعر. وأكبر عدو للشعر هو الوقت، لأن تدريجي تدريجي راح يخف الشعر وتبدأ المناطق الأمامية تبين، يبدأ الصلع، يبدأ التصحر، تبدأ المشاكل فتدريجيا. فالوقت جدا مهم، عشان كذا احنا بدينا كلامنا انه يعني وضربتكم مثال ايش كثر شوف صور لشخص بعد 4 5 سنوات ما عنده الا شعر على الجنب من راسه من ورا بعد. صح. وخاصة الأماكن ليش الشعر يعني حتى شيء بالشيء يذكر، الشعر دائما يطيح إلا بالمناطق الخلفية وعلى الجنب هني، لأن هذه المستقبلات الهرمون اللي تكلمت عنها مساع موجودة في كل الشعر إلا بالمناطق الخلفية والجنب، وهذا لحسن الحظ يعني خاصة الأطباء اللي يسوون عمليات زراعة الشعر. إحنا نحن نستأنس من هالمنطقة هذه لان احنا ناخذ الشعر من هنا، نستغل الميزه هذه الحمد لله نعم من الله ان الشعر كله يروح لكن يبقى الشعر هنا قوي، فناخذ الشعر من هنا نقتطفه بعدين نزرعه هنا. فكل ما كان الشعر هنا طبعا قليل ناس يطيح شعرهم هنا، أسوأ شخص ممكن يخف الشعر شوي هنا، فاغلب الناس يبقى الشعر كثيف هنا، حتى الشعر نوعيه الشعر حلوه على الجنب تكون بصيله بصيلتين، فلما نزرعها هني راح تغطي اماكن كبيره يعني. ف ممتاز. فاي فعشان لا تروح حق المرحله هذه دكتور، استنتج من كلامك ان عامل الوقت جدا مهم، المفروض انه يتوجه الى دكتور اخصائي يعطيه التشخيص، ان من المهم ان الشخص يتوجه الى الدكتور الصحيح قبل لا يفوت الاوان، صح ولا في شيء غلط بكلامي؟ هذا اهم شيء، اهم شيء واهم رساله، ان كل ما بديتوا اسرع كل ما بديتوا اسرع كل ما كان افضل. الخطوره دائما مو بالعلاجات ولا الاثار الجانبيه،
الخطورة أن الوقت يمر عليكم، 3 4 سنوات كفيلة أن تخلي شعرك أصلع، فما بالك بالفراغات، يعني فراغات راح تشوفها خلال شهور. فانتبهوا من ضياع الوقت على علاجات ما تفيد. اسمه العلاج العلاجات العلاج الصحيح من أطباء الجلدية راح يرشدونكم إلى العلاج الصحيح. العلاج الصحيح هو اللي راح يعطيكم يعني راح يحسنكم بأقرب وقت، فما راح يعني يخف الشعر مع الوقت. هذا أهم شيء. ممتاز. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب. عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. أشوفكم على خير.